بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا فيكم متابعينا وطلابنا الأعزاء. اليوم درسنا الرابع حيكون عن التكست فورماتنج إليمنت في لغة الـ HTML، وهذا الدرس هو عبارة عن درس من مساق يطرح في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تحت مسمى تصميم تطبيقات الإنترنت. أخذنا في الدروس السابقة مجموعة من المفاهيم وتكلمنا عن الأدوات والبراوزرز وتكلمنا عن البيزك إليمنت تاجز اللي موجودة في لغة الـ HTML. اليوم حنركز على التكست فورماتنج وكيف احنا بدنا نزين موضوع التكست بحيث انه يكون عنده وجهتين، وجهة اليوزر بحيث يكون فاميلي او فاميليار مع اليوزر ويوزابل مع اليوزر، وجهة السيرش انجن او الكمبيوتر كيف يكون معبر للكمبيوتر. فاليوم نتكلم عن النصوص وهي الاقوى والاقدر على تعريف المضمون وتعريف المحتوى وخصوصا لمحركات البحث. احنا حنتكلم كما تكلمنا في السابق انه في عندي اوتلاين، في عندي بعض البنود حنشرحها وحنتكلم فيها تباعا. اليوم درسنا حيكون درس كبير، وطبعا احنا مش حنستمر في هذا الدرس الا حناخد ماكسيمم 10 دقائق، وحنقطع الكونسبتس اللي احنا حنشرحها الى مجموعة من الفيديوهات حتى نسهل عليكم عملية المتابعة وعملية الحضور والاستفادة من الحضور. للاخوة اللي فعلا ما كانوش معانا من البداية بننصحهم يرجعوا للدروس الأولية اللي كانت فيها البدايات، وضحنا فيها المفاهيم وكيف نتعامل مع لغة الـ HTML وإيش الأدوات اللي هنستخدمها في لغة الـ HTML. واللي ما بيعرف يصل ممكن يلاقي الروابط في الديسكريبشن في هذا الفيديو. طيب، أولا هنتكلم اليوم في الـ Predefined Text، يعني اليوم نحكي على موضوع شكل معين من أشكال النص، ترتيب معين. بنتكلم النص هيكون والله عندي سطر فيه 3 كلمات، سطر فيه 10 كلمات، سطر مثلا ماخذ والله مسافة معينة بادئة. كيف بده يكون الشكل اللي أنا بدي أخرجه؟ بدي يكون شبيه في الشكل اللي أنا بدي أصممه. فاليوم إحنا بنستخدم البري تاج حتى إنه إحنا نحط الشكل اللي بنصممه، وهو نفسه اللي بنصممه هو نفسه حيظهر على الشاشة. لما كنا نشتغل على الباراجراف أو الاتش 1 خلاص بينزل كتلة واحدة حتى وإن كان هناك أسطر موجودة في داخل الباراجراف الواحدة. هذا هنتكلم فيها في النقطة الأولى. النقطة الثانية هنحكي في الـ Empty HTML HTML Elements، وابتدأناها في الدرس السابق كنا نتكلم على الـ Break Line. اليوم هنتكلم عن الـ Horizontal Rule اللي هو هيكون السطر أو الفارق ما بين فقرة وفقرة، ممكن يكون هو عبارة عن لاين معين وهذا اللاين يكون واضح للمشاهد. التركيز الأكبر في هذا الدرس هيكون في الـ HTML Text Formatting، كيف بدنا نحسن مظهر التكست. اليوم التكست هو عبارة عن الواجهة اللي أنا فعلا بوصل فيها المحتوى ومضمون المحتوى ورسالة الموقع. هذا الشكل اللي أنا بدي أورجيه أو بدي أعرضه للمشاهد يجب أن يكون مزين ومناسب ومعبر عن المضمون. نقاط كثيرة حنتكلم فيها، حناخد واحدة واحدة، حناخد التاج لكل واحدة وحناخد المغزى والمعنى ليش استخدمنا هذا التاج وما استخدمناش التاج الثاني. أولا حمر على البولد تكست اللي هو كيف الخط العريض، نعمل خط عريض اللي هو البي تاج. حنتكلم في الامبورتنت تكست انه كيف بدي ادي قيمه اهميه، ادي قيمه واهميه للنص اللي موجود سواء كلمه او مجموعه كلمات، بنتكلم عن سترونج تاج. بعد هيك حنتكلم في موضوع السترونج تاج، حنمشي على موضوع الايتاليك تكست، كيف بده يكون الايتاليك تكست عباره عن خط مائل، هذا الخط المائل له اهميه او ما له اهميه، في فرق ما بين الايتاليك تكست والامفسايز تكست، الاثنين بده نفس النتيجه، الاثنين بيعطوا نفس النتيجه ولكن الامفسايز تكست بيعطي قيمه اكثر في التشديد على الكلمه اللي انا فعلا بدي اشدد عليها، حتى هذه حتكون اذا كان في سكان ريدر بيقرا المضمون في اطار الشاشه وقارئ الشاشه حيكون التعزيز على الكلمات الموجوده ما بين الاي ام تاج اوبن تاج والاي ام كلوز تاج. بعد ذلك حننتقل على موضوع المارك تكست، كيف انا بدي اخلي التكست تبعي عباره عن في عليه علامه معينه، العلامه هي حتكون عباره عن باك جراوند كلر وفونت كلر. الباك جراوند كلر حتكون باي ديفولت لونها اصفر والفونت كلر حيكون لونه اسمر، بحيث اني بدي اعمل هايلايت، بدي اعمل تركيز على هذا النص لاهميه هذا النص او لتقويه التركيز على هذا النص.
ومن ثم سنتكلم في موضوع انه كيف انا بدي اقلص اهميه النص، يعني زي ما انا عززت النص بالمارك بدي اقلص اهميه النص من خلال ان اصغر حجم النص من خلال السمول. لما باجي انا والله بدي احط نص معين اصغر قيمه هذا النص، هذا النص مش اوريجينال بالنسبه الي، مش اصيل في المستند تبعي، لذلك انا بدي اضع هذا النص واصغره، ممكن يكون هذا عباره عن ريفرنس ومش مهم بالنسبه لي، فادي له حجم اصغر من الحجم اللي انا موجود فيه في السياق العام. بعد هيك حننتقل على موضوع الديليتد تكست، بنتكلم في الديليتد تكست اللي هو كيف بدي انا اعمل ديليت لنص معين. بالغالب في القوائم لما بنيجي احنا عندنا المنيو، المنيو بتكون احنا احيانا انا والله حاطط منيو فيها قيمه المنتج هذا 100 دولار. لما بدي اجي انا ازيل 100 دولار واحط 50 دولار بحيث ان اعمل 50% ديسكاونت، بروح بعمل ديليت قبل ال 50 دولار وبعد ال 50 دولار بحيث انه ينشطب هذا الرقم، وبنعمل انسير تكست، يعني بندخل نص بديل عن هذا النص المشطوب او هذا النص المحذوف، وهذا بيكون منظور في منظور مين؟ في منظور اليوزر بالمناسبه، بنحط الانسيرت بحيث انه يكون تحته خطوه كانه هذا النص بديل عن النص اللي تم حذفه. طيب بعد هيك حننتقل على موضوع السب سكريبت تكست، الاس يو بي اللي هو البي اللي هو بي بوك. بنتكلم عن السب هذه انه كيف بده يكون الحرف او الكلمه هي عباره عن كلمه اسفل مستوى الكلمه التي تسبقها والكلمه التي ايش؟ تاتي بعدها. بنتكلم اليوم في الرموز الكيميائيه، ال H2O، ال 2 بتكون اسفل ال 2، ال H اسفل ال H. كيف بدي احط ال 2 هذه؟ فبستخدم ايش؟ الصب هذه قبل ال 2 وبعد ال 2. طيب السوبر سكريبت تكست كيف بده يكون منسوب النص اعلى من المنسوب العادي؟ يعني بتكلم 2 اس في الغالب تيجي مع الاس في الرياضيات، لما نكتب الرياضيات نقول مثلا 10 اس 10، العشرة هذه اللي هي على العشرة الأولى حتكون عبارة عن سوب، يعني بيكون قبلها سوبر سكريبت تكست وبعدها السوب اللي هو ايش؟ الكلوز تاج سوب. بالمناسبة هنا كلوز تاج كلها بدها السلاش، هذا احنا بس ايه نوع من انواع بس التعزيز. طيب من ثم بنتكلم عن موضوع الابريفيشن تكست، الابريفيشن عبارة عن اختصار الكلمات المختصرة. اليوم نتكلم عن الديكشنري، وعبارة عن مين؟ عبارة عن كيف نعمل abbreviation. أنا بدي أعمل اختصارات للكلمات الكبرى والكلمات المشهورة بحيث أنه أنا أحط ما قبل الكلمة، اختزال الكلمة المختصرة ما قبلها abbreviation ABBR، وبعد ABBR وأحط في داخل الـ attribute title تاع الـ abbreviation اللي هو التفصيل تبع مين؟ تاع النص اللي هو المختصر اللي بنحكي هنا. بننتقل بعد هيك على موضوع السايت. السايت كيف أنا بدي أعمل هنا زي السيتيشن لشيء اوريجينالي، يعني انا بتكلم عن قصيده، بتكلم عن كتاب، وهذا الكتاب ايش؟ عباره عن شيء اصيل لصاحبه، فانا بحطه ضمن سايت، وكانه انا بدي اعمل هذا اقتباس، او هذا بدي ابرزه كسايت او كسيتيشن مبرز عندي في هذا الموقع. البلوك كوتس كيف انا بدي اقتبس نص من مصدر اخر، اليوم انا في عندي كتابه أنا بكتبها، ولكن لو بدي أستقي كتابة معينة من منصة مختلفة عن المنصة اللي أنا فيها، بحط بلوك كوت وبقول الريفرنس تبعي هو السيتيشن تبعي حيكون في المكان اللي أنا بدي أعمل له يو آر إل، في داخل الأتريبيوت اللي بتيجي مع البلوك كوت. لو أنا بدي أجي أعمل اقتباس صغير بحيث أعمل دبل كوتيشن ما بين جملة معينة وهذه الجملة مقتبسة من مكان ما، بعمل كيو تاج. اخر شيء الكونتاكت انفورميشن، كيف انا بدي اعمل الادرس بحيث ان اعمل فورماتنج لمين؟ للعنوان الاصلي او لتفاصيل العنوان، بنتكلم اللي هو الايميل ادرس، الواتساب كونتاكت، بنتكلم عن موضوع اللي هو الفيزيكال لوكيشن وما الى ذلك من تفصيلات. هذا تقريبا احنا بنتكلم فيه هو الاوتلاينز اللي حنشتغل فيها ضمن هذه السلسله اللي حنبدا فيها الان، وان شاء الله باذن الله نستمر حتى نصل لنهايه كل هذه الفيتشرز، وحنشرح بالمثال العملي، وحنشرح بالتفصيل والتوصيف لكل هذه التاجز وكل واحدة كيف تستخدم، ولماذا تستخدم هذه هنا، ولماذا تستخدم تلك هناك. هذا الكلام اليوم احنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، انتظرونا في الدرس القادم حنتكلم في تفصيل ما ابتدأناه هذا اليوم. ان شاء الله نلقاكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.